أول حاجة سعيد إن أنا موجود معاكم النهاردة، و دي حاجة بتحسسني إن كأن أنا زي ما أكون في الطفولة. أنا عشت الأجواء دي كلها، وصراحة حاجة كويسة أوي أوي، بس لما أنا عشتها كنت عايشها وأنا لسه صغير بلعب في مناطق بتاعت مدارس. أما دي حاجة كويسة إن أنت دلوقتي بتعملها بين الدول، دي حاجة أكيد كويسة، ودي هتطلع لعيبة تقدر تمثل منتخب بلدها وتلعب في أندية كبيرة، وحاجة إن هي كمان إن أنت بتعمل الترابط والصداقة والمحبة اللي بيننا وبين بعض بين الشعوب. أتمنى لهم طبعا التوفيق والنجاح، لأن حاجة جميلة، وأتمنى إن هي مش بس ما تحصلش بس في مصر، تحصل كل سنة في جميع الدول العربية. ونتمنى لكم طبعا التوفيق والنجاح على طول يا رب، لان انتوا بتساعدوا دلوقتي كل الشباب والاطفال اللي هي عايزه توصل لاهدافها، انتوا بتساعدوهم، واكيد الفكر بقى عند كل الناس اتغير. موضوع الميديا والانترنت خلى ناس كتير بقت بتتابع، وكله عايز يبقى حاجه كويسه، اللي عايز يبقى لعيب كبير، واللي عايز يبقى حارس مرمى كبير. انتوا بتوفرهم كل حاجات الامكانيات، بتبقى ناقص بس ان هو عنده اهدافه وطموحه ان هو يبقى عايز يبقى لاعب كبير وحارس كبير، ولا مش عايز. كل اب وكل ام طبعا بيتمنوا انه يعني، ودي حاجه كويسه، مو زي زمان. دلوقتي يعني الاب والام بيتمنوا ان ابنه يبقى حاجه كويسه، انه يلعب في نادي كبير ويمثل النادي الاهلي او الزمالك. اكيد في الدول الثانيه اكيد كل واحد بيتمنى ان اولادهم يبقوا برضه في لعيبه في انديه كبيره. الفكر اتغير، الامكانيات بقت موجوده. زمان كان الامكانيات مش موجوده، دلوقتي الامكانيات موجوده. اهم حاجه ان الابن لما والده يساعده يبقى عنده طموح، يبقى عنده اصرار، وعنده حاجه ان هو عايز يبقى لعيب، يبقى حارس مرمى كبير. هو ده كله اللي في الفتره الاخيره. اللي انا عايز اقوله اكتر كمان ان كل لاعب لما ربنا يديه الفرصه زي دي دلوقتي يمسك فيها ويشتغل عليها اكتر عشان يوصل لاهدافه. المشكله ان كل واحد، او اللي انا بشوفه الفتره الاخيره، ان كل واحد بيستني حاجه تيجي لحد عنده. لا، انت اللي لازم تجتهد، انت اللي لازم تتعب، انت اللي لازم يبقى عندك اصرار جواك وتروح للحاجه اللي انت نفسك فيها. بعد كده هتعمل الحاجات دي كلها هتلاقيك في مكانه كويسه. اما انت هتقعد مستني ان هي اللي تجيلك من غير تعب ومن غير شقه، لا، اتوقع ان بربع المستحيل. طول ما هتتعب وهتجتهد وهتحرم نفسك وهتحط اهدافك وطموحك هتوصل اللي انت عايزه ان شاء الله. كل حاجه فيها صعوبه، وكل حاجه فيها تعب، وكل حاجه فيها جواك هتحس ان هي صعبه ليك وهتتعبك. انت عليك الا ان كنت تجتهد، انت عليك ان انت تتعب، انت عليك ان انت تحط اهدافك وطموحك. كل الحاجات دي في الاخر هتوصلك. في صعوبات هتقابلك اكيد، واحنا لعيبه كبيره واسامينا كبيره، قابلنا صعوبات كتيره، واحنا نجوم واحنا عاملين اسامي، قابلنا صعوبات، بس كنا بنتغلب عليها. كنت انا بعرف اتغلب عليها، اتغلب عليها ان انا عايز لا اشتغل، اجتهد اكتر عشان اوصل. صعوبات بقى اللي هتقابلك في الاول، ان انت المذاكره واللي مش عارف، مفيش ماديات، مفيش امكانيات. لا، دلوقتي بقت سهله شويه، يعني المدرب ده بيحبك، المدرب ده ما بيحبكش، المدرب ده مش عايزك، الوساطات والكلام، الحاجات دي كل دي صعوبات. هتقدر تتغلب عليها؟ لو اتغلبت عليها هتتحط في مكانه كبيره. ما تغلبتش عليها يبقى انت مش هتوصل لاهدافك اللي انت عايز توصل لها. ونتمنى التوفيق طبعا لكله، وتبقى لعبة كبيرة ان شاء الله، تمثل بلدها ان شاء الله، وتمثل الأندية الكبيرة بعون الله.